قلد سعد البزاز الإعلامية أزل السياب بقلادة الإبداع الذهبية ووصفها بأنها ابنة الشعب وصوته الشجاع. ونيابة عن البزاز، قلد مدير مكاتب شرقية نيوز في العراق عبد السميع عزاوي السياب بقلادة الإبداع لمثابرتها على مدى سنوات من خلال قناة شرقية ناقلة هموم المواطنين وقضاياهم. كما قرر البزاز تكريم فريق عمل برنامج أهل المدينة، وبعد دقائق على تقليد أزل السياب منح البزاز قلادة إبداع أخرى لمدير مكاتب الشرقية نيوز عبد السميع عزاوي، وذلك لمثابرته وصبره وخلقه الرفيع على مدى 14 عاما من العمل في قناة الشرقية. الشرقية وكل الناس على رأسي يعني دائما، وأيضا أنه عاجل آخر وفرحة أخرى تضم لفرحتنا بهذا اليوم، أنه الأستاذ سعد البزاز رئيس مجموعة الإعلام العراقي المستقل يقلد الأستاذ المبدع عبد السميع عزاوي بهذه المناسبة بقلادة الإبداع. أيضا هو قبل قليل قلد الإعلامي أزل السياب، وأيضا قلد بهذه اللحظة الأستاذ عبد السميع عزاوي مدير مكتب الشرقية نيوز في العراق. ألف مبروك لك تكريم. وأنا ذاك اليوم قلت لك إن شاء الله وراها أنا طبعا يعني حتى دعوتي مستجابة. أنا طبعا أشكر الأستاذ سعد البزاز على هذه الثقة وعلى هذا التكريم، وأحب أقول هاي الكلمة اللي قالها أخوي رأفت. يعني أنا من صارت التكريم يعني لزميلتي وأختي أزل، كل من قلت له قال لي شو وقت أنت؟ شو قلت لهم يابا هذا الموضوع يم الإدارة، إذا شافونا مبدعين وكفؤين راح يكرمونا. الأستاذ ما ينسى أحد، وأنا أشكركم وبارك الله بكم وبارك الله بالأستاذ سعد، وإن شاء الله نبقى على العهد. يعني الشرقية هي بيتنا الأول ومستمرين به. احنا عايزين اهلنا، احنا متغربين يعني عن اهلنا ومدننا. انت شوفين يعني يمكن ازل صار لها سنوات متغربه عن الموصل، الان عفوا البصره، واني صار لي يمكن 4 سنوات متغرب عن سامره، لكن الشرقيه وحب الشرقيه وحب العمل ينسينا كل شيء. مبارك للزميلين العزيزين، يعني تكريم مستحق فعلا.